المرأة والعمل. لا يمكن أن نذكر عيد المرأة بدون ذكر إنجازاتهن في مجالات عديدة، ولعل أهمها ذاك الذي تقدمه المرأة الجزائرية بصفة عامة والتندوفية بصفة خاصة في مجال الاتصالات، فهن يقدمن خدمة مضبوطة متقونة في جو من حسن استقبال بالوكالات التجارية إلى عمل ميداني في المجال التقني. حيث أن على مستوى الوطن قام السيد الرئيس المدير العام بتكريمها عبر فيجي كونفرنس بجميع الولايات، وتطرق إلى مساواتها بين الرجل والمرأة فهو تقنيا أو في المجال التجاري. ومن ناحية نحن في تندوف كباقي قطر الوطني، المرأة دائما فعالة في جميع المجالات. وعلى سبيل الذكر نذكر مثلا الأستاذة صديقي نورية، هي تقني سامي ووصل دراساتها تحصلت إلى مهندس وتعمل في إطار تقنية إلى جانب السيد الرجل. صديقي نورية مثال عن تلك المرأة التندوفية القوية النزيهة والتي اقتحمت المجال المتعب من المهن منذ أزيد من 15 سنة، أثبتت من خلالها جدارتها ومؤكدة بأن للنساء حظ في المجال التقني كذلك. متحصل عشرة تقني سامي في الإعلام الآلي مع وجود عدة شهادات كالطوبوغرافيا وانجنيورة في الإعلام الآلي. من هذا المنبر ندعو الأخوات العاملات للعمل في المجال التقني، لأنه مجال حقيقة شيق، وأنا خدمت فيه مدة 15 سنة، يعني تقلت عدة مناصب وعرفت يعني ديت أفكار متنوعة وفي مجالات متنوعة. وبمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة نتقدم للمرأة الجزائرية عامة نقولها عيد سعيد، والمرأة العاملة في اتصالات الجزائر خاصة. ومن هذا المنبر نشكر السيد رئيس المدير العام وسيد مدير اتصالات الجزائر تيندوف اللي اتاحنا هذه الفرصة واللي من خلالها نحيي زميلاتي في العام. كل عام والمرأة الجزائرية قوية بإنجازاتها وما تقدمه للجزائر من تضحيات. كل عام وأنتن عظيمات.